بيك لأول مرة وفي أول مصافحة مع الجمهور التونسي ومع الجمهور على شاشة 11، سأكتب القومي أن تضيق الواقع أن ليست كل النهايات سيئة. نتصور أن وجود النهاية تأزيل ستار على الدورة 57 ستكون أفضل نهاية لهذه الدورة وأفضل نهاية راحت عليها الهيئة المديرة لمهرجان كارتاج في الدورة 57. باختصار شديد، شنو أبرز الحاجات اللي محضر لها محمد حمائي الجمهور التونسي ليلة تأزيل ستار في الدورة هذه قبل ما تكون السؤال؟ أنا سعيد جدا إن أنا بحضر مهرجان عريق ومهرجان كبير زي مهرجان 13، ده شرف وبيبقى حلم لكل فنان إنه يغني على مسرح 13 في تونس لعدة أسباب، ليها علاقة المهرجان بتاريخه الطويل ولحلاوة الجمهور التونسي. من يوم ما ابتدينا نغني، من أول يوم ابتديت أغني وأنا في غرفة بسمع الجمهور التونسي جمهور فنان، وكنت دايما أتابع أشوف أوقات مقاطع من الحفلات قد ايه جمهور مدور للفن، قد ايه جمهور راقي، قد ايه جمهور صوته حلو بيغني. ودي معلومه معروفه عندنا كلنا كفنانين، ان جمهور التونسي جمهور مغني، يعني شعب مش شعب بس بيسمع حاجه، مش سميع بس سميع وهو مغني. فمن هنا بتيجي اهميه مهرجان قطر. محضر كل حاجه لانه انا جاي من 20 سنه واحد، فعشرين سنة وانا ما اتقدمش منهم ولا حاجة على مسرح قرطاج، فانا اظن برضه هتكون سهرة طويلة يا رب تكفي بس ال 20 سنة. اكيد سيكون مسكوا ختامها مسك ختامها حمائي. واخيرا على كرتاج، يعني انت صاحب مسيرة ما شاء الله فنية كبيرة، عندك رصيد كبير من الاغاني، حفل في كرتاج سولد اوت قبل بشهر من موعد الحفل، هذا دليل يعني انك عندك جمهور كبير في تونس. انا سؤالي علاش تاخرت باش تصعد على مسرح كرتاج؟ محضر مرتب، ولكن عارفه اذا عندنا في مصر في مثل بيقول كل تاخيره وفيها خير. واحنا المليح يبدا. واحنا عندنا المثل يقول المليح يبدا. يعني ربنا يخليك. ثانك يو. فيمكن ما كانش في فرصه قبل كده ان احنا نتقابل، ولكن طول الوقت انا عندي شغف وامل كان في حضوري لمهرجان كرتاج. يعني الحمد لله اخيرا اتحققت، يا رب ان شاء الله بس يكون على قدر المسؤوليه وبكره نقدر نسعد الجمهور التونسي ان شاء الله. كلامي صح ولا غلط؟ بتبدا صح ولا غلط؟ فيمكن ده السبب اللي بيخليني يعني مش هعرف اغني لهجه اخرى الا اذا اتقنتها بجد، لدرجه اني ابقى وانا بغني ما بفكرش، انا بقى حاسس اللي انا بقوله وبغنيه على طول. وبعدين في حاجه ثانيه كمان بقول، انا دايما بحب اسمع الغنى من اهله الاصليين، يعني انا بحب جدا الغنى التونسي، بس بعمل من التوانسه لانه بيبقى صادق قوي، يبقى ما فيهوش تفكير. وكذلك الخليجي، بحب اسمع الخليجي من الخليجي، بحب اسمع اللبناني من اللبناني، والمصري برضه بنفس المبدا او الفكر. ولكن لو في يوم يعني بقى عايز معسكر هنا، اعمل معسكر زي فرق الكوره كده، معسكر واقامه كامله في تونس واتعلم كويس قوي اللهجه وبعدين يعني ممكن تجيب. انا اتشرف ذكرت مراكز، لانه كمان انا ما كنتش عايز من البدايه وانا بنزل الاغنيه زي ما بيقولوا استنزف مشاعر الناس باني احكي الحكايه قبل ما اغني الاغنيه، فالناس تتعاطف من قبل ما تسمع علشان تحب الاغنيه. انا مش دي مش طريقتي، يعني انا قدمت الاغنيه على انها اغنيه طبيعيه، يعني طبيعي قدمت اغنيه طبيعيه واحتفظت بما داخلي لنفسي، وقدرت اقوله بعد اربع خمس سنين او ست سنين بعد ما خلاص ما بقاش فيه شبهه انك بتحس تستعطف الناس، او سبع سنين. السؤال عاجبني انه ازاي انت تستقبل فرحه الناس باغنيه بتوجعك او اغنيه كان سببها وجعك. هو انا حسيت انه ما حسيتش فرحه قد ما حسيت انه وكأن الناس ترتبط عليا، يعني عارف هقول لك بشكل تاني، عارف انت لما تضعف في كلام وتبكي وبعدين تلاقي حد بيطبطب عليك او حاسس بيك، هو ده اللي انا حسيته من الناس ومن نجاح الاغنيه. يعني لما انا عبرت عن الوجع في الاغنيه دي ولقيت كل الناس متعاطفه مع الاغنيه وكل الناس مقربه من الاغنيه، حسيت وكانه الناس بتطبطب عليا، يعني هو حاسين بيا. فهنا كان استقبال نجاح الاغنيه بشكل مختلف، انه انا حسيت ان الناس في ظهري، عارف يعني الناس حاسه بيا. انا عمري ما هنسى ليا واحد صاحبي مخرج اسمه ميدو شعبان
كلمني دلوقتي في يوم نزول الاسهم فبيبارك لي على الاقل وكده، وبعدين وقف عند اغنيه ما بلاش، فسالني قال هي اغنيه ما بلاش فيها حاجه بسبب كبير؟ قلت له ليه؟ قال لي انا مش حاسس انها اغنيه، انا حاسس انها اشبه بترتيلة بصلاه، قال لي فيها فايبس مش بتاع اغاني، فيها حاجه روحانيه، فيها حاجه زياده عن ده اللي وصله. فقلت له ميدو الكلام اللي انت بتقوله مأثر فيا لانه السبب كذا كذا، هو اللي وصل فيه، فحكيت له على طول. قال لي وصلني جدا، وصلني الاحساس ده من وانا بسمع الاغنيه من غير ما اعرف حاجه. في يوم من الايام هنتفق جراند سلام، ولازم بس نكون كلنا مرقب ونتعامل ان شاء الله. شكرا ليكم التوفيق.